يواجه منتخب السودان منتخب انغولا في الجوله الثانيه من تصفيات كاس امم افريقيا المغرب 2025 لكي تشاهد معنا هذه المباراه معرفة في وطلع الضغط بزر اللايك والاشتراك بالقناه وشكرا لكم مسبقا ملعب المصطفى ديال المباراه ملعب 11 نوفمبر بلواندا في تم الساعه التاسعة ليلا بتوقيت السودان والساعه الثامنه مساء بتوقيت المغرب والجزائر وتونس وسوف تنقل المباراه عبر قناه بين سبورت 5 تجدون البث في صندوق الوصف عند بدايه المباراه نتمنى لكم ممتعه لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناه وايضا التفعيل الخاص تتصل لكل لكي توصل دائما و وتفاصيل المباريات القويه والمقبله ونضرب لكم مواعيد في موعد قادم